رفعت الراية فتحت البوابات على بركة الله مشاهدين الكرام لتنافس يجمع جهد وأفراس عمر الأربع سنوات من مختلف الدرجات عمر الأربع سنوات فأكثر في أولى أشواط الحفل الثالث تبدأ الانطلاقة مع ازداد وأيضا سياسي وتبدأ من الخارج الآن الصاعقة في صدارة هذا الشوط في المركز الأول ازداد و سياسي في المركزين الثاني والثالث ومحاولات أيضا للتقدم من قبل شيخة الخير في المركز الرابع في الصاعقة ابنة التسك تبدأ انطلاقة سريعة لهذا الشوط من الخارج وتبدأ في التقدم الآن وبتوسيع الفارق في صدارة هذا الشوط بينه وبين ازداد صاحب المركز الثاني الذي يبدأ التقدم الآن والابتعاد في المركز الثاني عن سياسي الذي يتخذ المركز الثالث شيخة الخير تحاول في المركز الرابع مع محاولات تأتي من حناش الآن ومشاهدين الكرام الصاعقة في أول سباقاتها هذا الموسم مع بداية الخط المستقيم في المركز الأول ازداد في المركز الثاني محاولات حناش في المركز الثالث أما الصاعقة فهي في الصدارة تنطلق مشاهدين الكرام وتبتعد بمستوى ونتيجة لتحسم أولى أشواط الحفل الثالث ابنة التسق لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز ألف مبروك إذن الصاعقة تحسم أولى مشاركات هذا الموسم مستوى ونتيجة